أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. الله الله الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحدثكم أخيكم حسن النصر، أتحدث عن الطريقة الكركرية، وهذه شهادة أدلي بها أمام الله ورسوله أن هذه الطريقة الكركرية طريقة سيدي محمد فوزي الكركري، طريقة الحق والصدق لا شك فيها، وتتماشى مع الكتاب والسنة بعيدا عن كل الشبهات الشركية. وأنا نور الله الذي يقولون عنه جميع المريدون في الطريقة إنه لنور الحق وإنهم لصادقون. فإن هذه الطريقة توصلك لنور الله ومعرفة الله، ومن أراد أن يرى نور الله بنفسه ومعرفة الحق سبحانه وتعالى فعليه مبايعة الشيخ قدس الله سره. والحمد لله رأيت نور الله بعد البيعة. أثناء البيعة لم أرى النور، رأيت ألوانا، رأيت اللون الأحمر ورأيت اللون الأخضر ورأيت اللون الأزرق. وقال لي الشيخ إنها تعني أسماء من أسماء الله، وأيضا ألوان من المرقعة. ثم بعد ذلك رأيت النور ولا مغمض العينين بعد البيعة بأيام قليلة، والحمد لله أراه الآن ولا مفتح العينين، وأراه في الصلاة نورا تراه في أم العينين. ثم تتوالى الرؤى بعد البيعة سريعا، والحمد لله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله، رأيت المشهد كاملا. ثم بعد ذلك رأيت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها في حجرتها وهي تحتضر على الفراش رضي الله عنها. وهذه شهادة أمام الله ورسوله، وهذه آية من الله ورسالة في هذا الزمان. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا النور الذي رأيناه آية وبينة من الله، وأن هذا الشيخ لوارث النور المحمدي. والحمد لله ظهر هذا الشيخ في هذا الزمان، زمن الانفتاح والإنترنت ووسائل التواصل، لسرعة معرفة النور المحمدي. هذا نعم وفضله وكرم من الله لنا في هذا الزمان. والآن أدعو جميع الخلق رجالا ونساء يبايعون الشيخ ليروا بنفسهم نور الله ويغوصون فيه، ويروا ما يبهرهم في عالم الملكوت، ومن أدركه فقد فاز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وإن أصبت فهذه بركة شيخنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.